مش زعلان منها يا امه، انا زعلان عليها. بسم الله، اللهم صل على النبي. يا رب يا رب اجعل لنا فيها رزقه حلوه يا رب بحق جاه النبي يا رب. بسم الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، الله اكبر. بقول لك ايه، عايزين التوك توك ده ساعتين زمن نقضي بيه مصلحه ونرجعه لك تاني. ما ينفعش يا اخوانا، التوك توك ده اكل عيش. ما هو ده اكل عيش برضه، اصل بصراحه التوك توك بتاعك محلو في نظري، واحنا بقالنا فتره مفتقدين التكاتك الحلوه اللي زي دي. بالظبط زي ما قال لك كده اخويا عتبه، وفاقد الشيء يدور عليه. اخلص ياد وهات المفتاح بدل ما الحكم يظرفك كارت احمر ويطردك بره الملعب. والليك علينا يا سيدي، مش هناخد منك الكارت اليومين الجايين. ها طب ولو قلت لا؟ لا لا انت ياد، هي رحلة باخد رأيك فيها، ده أمر ولازم يتنفذ. إيه يا عم التوتر، بتتكتر على واحد ليه كده؟ خليك في حالك يا جدع أنت. الله، هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا سمسم؟ ما أنا زقيته أهو، هعمل إيه أكتر من كده؟ يا عم أنت عايزين منه إيه؟ عايزين ياكلوا وياخدوا التوك توك بتاعي، والله العظيم ده حرام. حرام في الكباريه ياض. بس يا عم، بس يا عم خلاص يا عم، أوعى كده. يا عم سيب، يا عم ما تسيب الراجل ياكل حته، اتقوا ربنا وقفوا في ترعه كده على الصبح. ده الكلام كبر قوي كده، وهنقدم له في المدرسه. يا عم قدم له، ربنا يخلي لك يا عم الحاج. يا عم يا عم يا جدعان خلاص يا هنا. وانا كل ما اجي المقوع فلاقي ايه يا معلم؟ رجالتك مفترين ولا مؤاخذه يعني، بيستغفلوك بيعملوا مصالح على قفاك. يعني ايه؟ متكترين على الواد الغلبان ده، عايزين ياخدوا منه التوك توك يعملوا بكام مصلحه، مش هدفعوش كارت لمده شهرين. اهلا وسهلا، بتبشرشوا بالكارته وتكرتونا انا على قفايا يا شويه نار. الواد ده كتاب يا معلم وعايز يوقع ما بيننا. لا يا معلم سلطان، اللي قاله الاخ ده اقسم بالله هو الحقيقه، وانت عارفني يعني انا ما انا عارفه جدع حسن، واد طيب ومد عينه في الموقف. دول شويه جعرات. طب يلا حسن اتكل على الله، والمعلم هيربي شويه الجعرات دول. يلا جعرات؟ انا قلت حاجه؟ جعرات ولا مش جعرات يا معلم؟ جعرات. سلام سلام يا جعر، منك ليه؟ تعال ده كده جعر، هو كده. خلاص يا سماح، اللي حصل حصل، بعتي نفسك والبيع تمت، بس انا لسه ما قبضتش الدم، ولا يمكن هبيع نفسي بالرخيص. يبقى تضغطي عليه وتخليه يكتب لك المحل قبل ما يزق منك، ساعتها بقى هيرميكي في الشارع وهتطلعي من المولد بلا حمص. شوق يا شوق. ايه في ايه؟ تفطر ايه يا راجل يا حبيبي؟ راجلك ايه طقم الحنيه اللي هب فجاه ده؟ ايوه طبعا راجلي، مش جوزي وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. انا مش مرتاح لك. بس انا ارتحت لك قوي امبارح. عجبتك يا سماح؟ شكلي هحبك يا شوقي. والنبي الله، طب ما تيجي نقل شويه.
والله ما انا عارف اقول لك يا صاحبي، بس بجد بجد يعني تسلم على وقفتك معايا. ربنا يستر عليك وخلي بالك على نفسك. انا اسمي حسن. ما انا عرفت من جوه من معلم سلطان اسمك حسن. وانت اسمك ايه؟ اسمي عبد الله. طب بص بقى يا عم عبد الله، صل على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي عليه الصلاه والسلام. انا عايزك الليله دي بعد ما تخلص ورديه تيجي ونشرب كوبايتين شاي عشان يبقى في بينا عيش وملح. عيش وملح ازاي وهنشرب شاي؟ يا عم اللي انت عايزه يا عم. غموس وكده؟ اه امال ايه؟ ماشي يا ابو عادل. يلا خلصانه بشياكه. خلصانه بحب. يلا سلام. ربنا يستر طريقك. استر عليك ربنا يا ابو علي. صف نيتك ربنا يحل دنيتك. سلام ابو علي. طول ما انا جنبك. مالك؟ برضو حاسه ان في حاجه ناقصه. مفيش حاجه ناقصه؟ لا في حاجه ناقصه يا حياتي. انا دايما حاسه اني حرمك من حاجه انت اكيد محتاجها ومالكش ذنب فيها خالص. هايدي قلت لك 100 مره انا مش فارق معايا موضوع الاولاد ده. ايوه بس انت برضو من حقك. مفيش بس. انا اهم حاجه عندي في الدنيا انتي. انا ما بيبقاش ناقصني حاجه وانتي معايا. وبعدين عشان اريحك انا كلمت دكتور مهم جدا في باريس وقال لي هيرد كمان اسبوعين. طيب لو انت فعلا عايز تريحني بقى انا مش هسافر. وانت لو عايز تخلف وده حقك ممكن تطلقني وتتجوز. مش هزعل منك. رايح فين؟ رايح اتجوز. ايه؟ حاتم ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت منورين. ده نورك يا حبيبي. الله يخليكم بالشوق. لا حقيقي منورين بجد والله. خد يا حمايه انت مكشوف ولا ايه؟ مش بعاده يعني. انت بتشتمني يا ابو الشوق وده وش كسوف برضه. بس ما شاء الله ده مش غدا يا اخوانا، دي مائده الرحمن. طبعا الصراحه الاكل حلو قوي. نسنا بايديك يا سماح. ده مش طبيخ ياما، ده شوقي لما عرف ان انتوا جايين طلب لكم اكل من بره. الله كلك ذوق، كلك ذوق ابو الشوق. بس عارف يا ريتك وصيت على كم جوز حمام كده كانوا نوار السفره. طب كل كل بقى وبلاش فضايح. وبعد ده ايه؟ انا باكل في بيت بيتي وجوز بيتي والشقه دي انا دفعت فيها دم قلبي. انت هتقول لي طبعا. سرع عشان نروح قبل الضلمه. نروح فين؟ انا مش هروح. اه عايزه تروحي انت روحي، انا حبات هنا الليله. طب والله العظيم فكره، بس معانا النهارده على الاقل ونسونا. ما يصحش. ايه اللي ما يصحش؟ ما تكسريش بخاطر بيتك. حبات عايزه تروحي انت روحي انا حبات. في ايه يا عم؟ دلوقتي صح ما يصحش. يا عرسان جداد بخت منظره وخفف قصر. تصدق معاك حق، ما انا بقول لها برضه كلي عشان نروح. يلا بس بقول لك ايه يا ابو الشوق، قبل ما نمشي يا ريت تجيب كرتونه كبيره كده تعبي فيها الحاجات اللي هتفضل عشان ناخدها معانا واحنا ماشيين. يا رسول عيني. اقول لك على حاجه كمان، هكلم لكم تاكسي يوصلكم لحد باب البيت. لا بلاش تاكسي، بلاش، انا بخاف من التاكسي بالليل. هات تمن التاكسي واحنا هنتصرف انا وابو سماح. ماشي يا ابو كرم. وانت بقى شغال في اسطول المعلم صابر؟ لا 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 مفيش الكلام ده، انا توك توك حر. يعني ايه توك توك حر ده؟ يعني انا اللي شاريه لحسابي، يعني شاريه بالقسط، ما بحبش اشتغل مع حد ابدا يا عبد الله. طب يعني لو انا عايز اشتري توك توك دلوقتي؟ الله اكبر في يا عبد الله، ما تهدى شويه. يا عم بتكبر في وشي ليه؟ انا انبر عليك ولا ايه؟ الله يبارك لك ويزيدك.
لا انا بسالك يعني انا لو عايز اشتري توك توك دلوقتي ودفعت اقساطه هل هيخش لي دخل في الشهر اللي يصرف عليه؟ طبعا ما انا هو يا عبد الله قدامك اهو، ما انا عندي التوك توك اهو بشغله ورديه واحده الحمد لله مستوره، بشوف طلبات امي وبجهز اختي وبشوف طلباتي وبدفع القسط كمان. شوف انت بقى لو شغلت ورديتين. بسم الله ما شاء الله، الله يزيدك. طب عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. ها نتكلم بس ما تستعجلش. ماشي هلحق المعلم صابر يلا عشان الايراد. طب يلا خدني معاك. شاكرين على الشاي يا حسن. كوبايات يا جمعه. بسم الله توكلنا على الله. اثبت عندك انت وهو. ما بدري يا حلو منك له. في يا جدعان انتوا عايزين مننا ايه تاني؟ عايزين الحلال. الله الله الله، حلال ايه؟ ده احنا في حته مقطوعه كده هيبقى حرام. لا حلالنا هو الايراد. لا ايراد ايه؟ ما احنا اصلا معناش فلوس ولا ايه يا عبد الله؟ لا تصحصح معايا انت وهو كده وتقلب ودنك وتقب بالمعلوم الالمونيا. وهي بالمره تبقى قرصه ودن عشان ما تبقوش تقفوا في وشنا قصاد المعلم. العيال دي شكلها هربانه من فيلم كرتوني حسن. انت كنت عايز الحلال صح؟ اه ماشي. وانت بتعمل ايه؟ عشان الحلال بقى يبقى تمام. اه بلاش يا عبد الله. بص يا جدعان خلاص يا جدعان. بص يا عبد الله. بص يا جدعان خلاص يا جدعان. بص يا عم انت بص بقى خلاص. خلاص يا حسين. بص يا عم. بص يا اولاد الكلب. ايه ده؟ طب في دم يا عبد الله؟ طب في دم يا اولاد الكلب. تعال خش يا عبد الله خش. يا لهوي ايه ده؟ يقعد في ايه اللي حصل؟ مين ده يا حسن؟ ده عبد الله زميلي في الموقف، ولاد الحرام بلطجيه الموقف اتكتروا عليك منه كان بيتخانق عشاني. معلش يا ابني. حصل خير يا اما؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت طب ايه هتروح على فين وانت سايح في دمك كده؟ انا بس في ايراد لازم اسلمه. معلش يا حسن. ايراد ايه؟ صلي على النبي وقول عسى السلام يا عبد الله. مش احنا اتفقنا يا عم ان انت تيجي معايا البيت عشان اربط لك على الجرح؟ وبعدين يعني انت مش قلت مش عايز اروح المستشفى؟ والنبي يا اخويا ما انت نازل حضر لي العشاء ينور. طب في ايراد بس يا حسن. يعني انت عايز تزعل ام حسن؟ طيب حاضر ماشي. يلا عبد الله يلا على مهلك. لا حول ولا قوه الا بالله. ها ايه ايه؟ معلش معلش امسحها فيا. ما خلاص اهو خلاص اهو. ماشي يا حسن خلاص معلش. امسك بقى عبد الله. ادي يا سيدي احلى قميص عندي واجدد واحد اقسم بالله بشوكه. حبيبي ابو علي مش عارف اشكرك ازاي والله. يا عم ده انا اللي مش عارف اقول لك ايه والله. وشي منك في الارض كمان يعني ما عرفتش اسد قصادهم معاك. بس بيني وبينك انا ما بحبش المشاكل. ومين بيحب المشاكل؟ ودي عال سوا بنت حرام. الحمد لله عدت على خير الحمد لله. اقعد ريح ومدد رجلك. خد راحتك. ايه ده حسن؟ هو انت خريج جامعه؟ ايه يا عم في ايه؟ خضتني. انا كليه اداب قسم وثائق ومكتبات. يا راجل طب ايه اللي رماك على التكاتك وانت قسم وظائف وحبشتكنات؟ لا يا عم هو انا يعني لقيت شغل بالشهاده وقلت لا. طب احكي لي. طيب لا احكي لك ايه؟ ده انا حكايتي طويله لما نقعد مع بعض بقى ندردش وناخد راحتنا. انا بس استاذنك كده يا عبد الله يعني اخش اخد راحتي شويه. اتكل انا على الله. طيب ايه يا عم في انت بتقفش ليه كده؟ انا اقصد يعني اخش اخد راحتي في بيت الراحه. تويلت بليز دي مش في دماغك خالص؟ لا ما انت مثقف بقى وتويلت بليز وكده. حبيبي حبيبي مدد والنبي يا شيخ. لا تمدد. ماشي بيتك ومطرحك. الله يكرمك يا حسن. ليسانس اداب قسم وثائق ومكتبات. الله يكرمك يا حسن. الله يكرمك. لا مؤاخذة دخلت من غير ما اخبط. لا معلش انا اسف اللي لخبطت لكم البيت. معلش. لا والله خالص اسف. ده ايه ما تقولش كده. ده بيتك ومطرحك والله نورتنا. الله يخليكم يا رب. انا عملت لك حاجه سخنة. الله يكرمك. ايه ده في فرح جنبكم هنا؟ لا مش جنبنا ده بره في الصالون عندنا. والله هنا في الصالون؟ اه. طب الف مبروك. على ايه؟ خطوبتك يعني ولا حاجه؟ بقك لباب السما يا رب. بس انا نصيبي لسه ما جاليش. دي 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 اصحاب عروسه يعني من عندنا في الحته جايين عشان يتفقوا معايا ازوقها وكده. اصل انا كوافيره. والله اه ما شاء الله ربنا يكرمك وعبالك ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. طيب هروح اتفق معاها بقى. مش عايز حاجه؟ لا الله يسترك يا رب. الله يسترك. ماشي يا شيخ. اتفضل. ست فادية. ست فادية. استاذ عادل ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله. عنك. لا والله ربنا يخليك بلاش تعب. عيب كده يا ست فادية ما تعمليش تكلفة بينا. عنك. شكرا قوي ربنا يخليك. هو انت كنت جايه منين؟ اصل المكنة باظت وبعدين الزباين كلهم زعلانين ومحدش فيهم بيصبر عليا فقلت انزل اصلحها.
والله متشكره قوي يعني لحضرتك، ما بقاش في شهامه زي كده في الزمن ده. يا بخت مراتك بيك. لا انا مش متجوز، انا منفصل. وعندك ولاد؟ ما حصلش نصيب مع الاسف. انا اسفه جدا يعني لو فكرتك بحاجه ضايقتك. يا ستي عادي، انا نسيت، وبعدين البركه في اختي عزه مراعياني واخده بالها مني. ربنا يخليها لك. الله يخليكي. يا نهاري، كلام خدنا وحسيتش بالطريق ولا انا. طيب عنك بقى. لا 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 لا، ما يصحش، هطلع لك لغايه فوق. لا والله كفايه تعب لحد كده. تعبك راحه يا ستي فاديه. متشكره. قصرها يا رب. مسهل الحال يا مسهل يا رب. حسن خلص مشوارك وعدي عليها في القسم، هبعتك مشوار خصوصي بالتوك توك بتاعك. من عندي يا ابن العندي يا باشا. صباح الفل. ماشي معاك انت السوبر جيت رايح جاي يا ابن زين انت. لا لا لا، في ايه يا عبد الله؟ ما تصلي على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ايه يا عم، مش انت اللي قلت صفي نيتك عشان خاطر ربنا يحل دنيتك؟ ما تصفي يا عم. ما انا مصفيها لغايه ما صفيت وجالي هبوط. العيب فيك انت يا عبد الله مش في الزبون، لازم تدلع الزبون، تعيشه وتحسسه انه داخل مطار القاهره السينمائي. حسن تعالى وديني ال 20. اوديك يا باشا ال 20 وال 30 لو حابب تروح دبي اوديك. اتفضل يا باشا. تحب المعطر ايه بقى؟ خوخ ولا كوكونات؟ تحب يا باشا الوجبه ايه ان شاء الله؟ فراخ ولا شيكن؟ لا 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 باشا باشا، صباحك فل ان شاء الله. قول لي باي حاجه. عايز اغاني يا باشا؟ سمعني اديني رمضان. اديك رمضان سعادتك. عايز بكام؟ مؤاخذه يا عبد الله. اتكل على الله. حاجه قبل الاقلاع؟ اطلع. سلام عليكم. خلي بالك، الله يستر عليك يا ابن المرزقه يا رب. ده فرح عمي، ما هو اللي يتجوز امي بقول له يا عمي، وجوز امي الليله دي بيتجوز على امي، ورقصني يا جدع على احلى مزمار بلدي. الشقاوة هيتكلم يعني. سمع هوس. انا بحيي كل راجل جدع جاي يحييني في فرحتي النهارده، لان فرحتي ما تكملش الا بيكم. بحبكم. احنا فرع الفتوانة اولاد الاصول، والتك على اولاد الاصول دي مية مية. احنا اللي بنحب نبص لحد ولا بنحب حد يبص لنا. احنا فرع الفتوانة، بس ربنا هدينا. انا ربنا كرمني باحلى جنينه فيها احلى وردتين، مراتي الجديده جواهر، ومراتي القديمه احلى ورده غوايش. ربنا يخليك لينا يا معلم. احنا الفتوانة فينا، بس ربنا هدينا. ورقصني يا جدع. والكترة تغلب الجشاعة. بالظبط يا معلم، أنا شايف إن أنت تخليها يوم تاني ما نكونش معاك فيه. يوم تاني إيه يا صلاحي؟ بس يا معلم،
ما سبتش حتة لما لفيت فيها لحد ما رجلي دي مش دابت، دي ثابت. احط ورق من هنا لهنا لهنا كل يقول لك ايه خبره 5 سنوات، زي ما كل واحد قبل ما يخش الكليه المفروض يبقى عنده خبره. المهم طلع موضوع الخبره ده فيستك، قال لك الواسطه. قعدت الف على واسطه عبد الله لحد ما وقعت على واسطه ايه رئيس مجلس اداره قد الدنيا. واليوم اللي رحت اسلمه الملف بتاعي فيه كان عامل حادثه وميت. لا حول ولا قوه الا بالله. او اقسم بالله فقر بعيد عنك. انت هتقول لي ما باين. اقعد انا بقى ساكت؟ ايه بقى؟ لا ده انا لازم اكافح واتشقلب وابدا من الصفر. بعيد عنك قعدت سنتين ادور على الصفر ده، ايه ان الاقيه زي ما اكون كان حد مخبيه ولا مكسوف مني. وانت عارف انا ماليش الا امي يعني، واختي نوار اللي انت شفتها دي. ربنا يخليها لكم. ربنا يخليك يا عبد الله. اصل انا كنت بحب العربيات قوي. قلت اعمل ايه؟ اشتري ميكروباص واسترزق منه. رحت اسال على ثمنه عبد الله. لقيته محتاج ميزانيه قريه سياحيه. اه والله، بس جبت عربيه برضو ب3 عجلات التوك توك يعني، والحمد لله وبسترزق منه، والايراد اللي بيجي بسدد القسط وبصرف على امي واختي. في حكايات تانية يا حسن ولا خلصت كده؟ اه انا مشترك في باقه ب 25 جنيه وبالاضافيه ب 10، يعني باجمالي 5. ما خلاص كفايه غم يا حسن، قلبت على ام المواجع خلاص بقى. يا ناقصه انا اشتركت في جمعيه. يا عم استنى بس ارد على امي. ايه يا ام؟ ايه يا حبيبتي؟ لا ما تلاقيش، انا في الشغل. لا مش هتاخر. لا انا قاعد مع الشاطر حسن بيحكي لي حكاياته. بتسلم عليك؟ سلم لي عليه. اوعى انت تعرفها يا اخي. ايوه سلم عليك. ماشي ياما. البت توتا نامت؟ طيب عشان جايب لها شويه سندوتشات كبده اسكندراني. ماشي ياما. يلا يا حبيبي سلام عليكم. سلام عليكم. ايه يا عم ده انت حمش قوي مع امك. امال بتعمل ايه مع مراتك؟ أنا مش متجوز يا عم. لا يا لحد دلوقتي مش متجوز. طب ليه؟ آه نصيب. ومين اللي هتتجوز واحد عنده كم لحم؟ نوار أختي. مالها؟ نوار أختي كانت موصياني على حاجة وأنا ما جبتهاش. طب تعالى نجيب. لا لا ما تقلقش، هي ما بتزعلش، دي بنت جدعة وحمولة وعندها استعداد تشيل كم لحم. والله العظيم اللي هتكون من نصيبه ده ربنا يكرمه آخر كرم والله. ربنا يكبر بخاطرها ان شاء الله. اشرب اشرب عبد الله الشاي ده انت. ربنا يكرمك اخر كرم. امين يا رب. وبقول ابو نسب قال ايه؟ ابو علي قال. ايوه اشرب. عقبال عندكم في الافراح دايما حاج. ربنا يخليك نورتنا يا حاج في الافراح دايما يا رب. اتفضلوا يا حبيبي. احنا من اولها بقى كده لازم نحط الملح على الطبيخ علشان كل واحده تعرف حدودها وما تتعداش على ضرتها. ما هي اصل مركب الضراير دي عايزه قبطان قراره من دماغه. لا يا اخويا، وانت سيد القباطين. انت سيد الرجال. الله يخليكوا يا حبايبي. والجدول معاكم اهو عشان كل واحده ما تتعداش على حدود التانية. كل حاجه باينه باليوم وبالساعه. 6 جوايش، 1 اجازه، 2 جوايش، 3 اجازه، 4 جوايش. ايه ده؟ ايه كل الاجازات دي؟ انا اسمع ان الراجل اللي متجوز 2 بياخد اجازه يوم الجمعه بس. لا ما انا راجل ربنا مديني الصحه ولازم احافظ عليها. الاستخدام الخفيف للصحه بيطول عمر البني ادم. ابتديناها بقى. ايه مش عاجبكم ولا ايه؟ لا عاجبنا. طب يلا بينا ناخد واحده سيلفي بقى كده عشان ايه نكدي العزل. ظبط يا جميل وتعالي كده. ايوه هو ده. الله، واحده بقى مع الجدول. تعالى يا جميل. الجدول باين. ما تتصرف يا متر. شوف يا معلم، القضيه دي مقفله خالص. ايه مقفله خالص دي؟ يعني انا جاي لك المشوار ده كله عشان تقول لي مقفله؟ امال انتوا شغلتكم ايه؟ ما انتوا شغلتكم تفتحوها. ما هي القضيه دي قايمه على عمودين، الا وهما شهاده البت وشهادة المدعو عبد الله. وما دام خلاص قبضوا على كرموز وتحفظوا على الواد بشرى في المستشفى، يبقى لازم هيجيبوا البيت عشان تتعرف عليهم، وهي اذا عرفتهم يبقى هم الجنال الحقيقيين وكده لازم ياخدوا حكم. طب والحل؟ مفيش غير هو حل واحد، ان عبد الله يغير شهادته. وتفرق ايه بقى شهاده عبد الله عن شهاده البيت؟ ما انا قلت لك يا معلم، اما تيجي تبني بيت او عماره لا مؤاخذه يعني على عمودين. أيوة. لو وقع عمود منهم يحصل ايه؟ البيت بيفيص بيقع. بس هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه. الله. ايوه هو ده حضرتك، واللي في الصوره ده كمان. هما دول بس. ازاي يا استاذ؟ بس يلا. ماشي يا باشا. متاكده؟ طبعا متاكده. متاكده ازاي بس يا استاذ؟ قلنا بس يلا. حاضر يا باشا. وبالاستماع الى المجني عليها
شيرين خالد فوزي قد تعرفت على الجناة الأول سمير فريد الأسيوطي الشهير بقرموز، والثاني عربي محمود مخيون الشهير ببشلة، وبناء عليه قررنا حبس المتهم لحين استدعاء عبد الله سالم الطيب للإدلاء بشهادته. ايوه يا حبيبي اديله. بتضحك على ايه يا اخويا؟ ضحكنا معاه. الخروف الكبير وقع. مين الخروف؟ سلطان. هو في خروف كبير غيره؟ الرجاله بتوعه يا عيني محبوسين ومش عارف يعمل لهم اي حاجه. نفسي اشوفك يا حبيبي سلطان دلوقتي وافرح فيك قوي. يا اخويا هو في حاله واحنا في حالنا. وحقي يا اخويا اللي تشوفه. وكاتب لي ايه؟ انا الخرتيت. ماشي يا حبيبي اكتب براحتك. اخويا المفروض بقى ابعت له شويه صور حلوه يروقوه. يلا بينا يا حبيبي. واكتب له عليها ابعتها للخرتيت. الخرتيت شخصيا. يلا بينا. هوبا خش يا حبيبي خش. يا جماله يا جماله. خد يا سلطان يا حبيبي. مارس وخوم نيل عليكوا على سنينك يا هنداوي. شوف محمد، شوف هنداوي الكلب بعت لي ايه. ايه ايه وريني كده. وريني. خد خد. اوف اوف جواهر حلوت قوي يا سلطان. ما تحترم نفسك يا عمال. دي مرات. كانت مراتك دلوقتي هي مراته هو. ابا ازيك يا سماح؟ الله يسلمك يابا. ايه الزياره اللي على غفله دي؟ لا مفيش، اصلك وحشتيني فقلت اجي عشان اشوفك. وحشتك؟ انا لحقت. وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ ده نص كيلو موز بالسره ونص كيلو برتقال مغربي تبل بيهم ريقك انت وجوزك. غريبه يابا. ده انت عمرك ما عملتها من يوم ما وعيت على الدنيا. يعني ايه؟ انت عايزه الناس تقول عليا ايه؟ رايح لبيت وايد ورا وايد قدام دول ياكلوا وشي. ابا جيب من الاخر. عايز ايه؟ 1000 جنيه امشي بيهم نفسي لحد ربنا ما يفرجها. تمشي بيهم نفسك ولا تجيب بيهم المدعو اللي انت بتتعطاه؟ لا والله أنا... انسى يابا. انا من يوم ما سبت الشغل وانا ما حلتيش اللضا. ايوه بس جوزك حيلته. اهو مرزوق عندك في المحل، روح له خد منه كل اللي انت عايزه. روح له ليه يا سماح؟ امال انا مجوزهولك ليه؟ مجوزوني عشان يبيع ويشتري فيها زي ما هو عايز يابا، وعشان يحرمني من اي حاجه انا بحبها. بس انا بقى عايزك تطمن خالص عشان سباح بنتك اتغيرت. يعني ايه يا سماح؟ يعني لا هبص ولا هفكر في مصلحه حد في الدنيا دي غيري. ومصلحه ابوك يا سماح؟ كفايه عليك قوي اللي انت خدته مني ومن شويه قبل ما ترميني لي الرميه السودا دي. سيبني بقى كده عشان افكر واشوف انا هعمل ايه في حياتي. شوف انا اعوض ازاي خساره واحده من الخسائر اللي خسرتها من يوم ما اتجوزت الجوازه الهباب دي. ماشي يا سلام. انا ماشي. مش هتشوفي وشي تاني. كتر خيرك يا سماح. انا ماشي يا سماح. مش هتشوفي وشي تاني. مش هتشوفي وشي تاني خالص. الدنيا علمتني ان ليها وشين، وش بينفع وش بيضر. زي السم، السم ممكن يموت، ونفس السم بياخدوا منه دواء عشان يعالجوا المريض. النار ليها فوائد كتير قوي، في نفس الوقت ممكن تولع بلد والعياذ بالله. يعني النار اللي على الحجر دي ممكن النار دي تكيفني وتعمل لي دماغ، في نفس الوقت الفحم اللي على الحجر ده ممكن يلسعني ويعكنني. البني ادم الذكي لما تديله فرصته يبوسها وش وظهر وما يرفصهاش برجليه. والله يا معلم انت كلامك كله حكم، بس انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. اخواتك